اقدح اقدح يا الهجوسي الشعر جاله مجاله أصخر بيوت المدايح. تم التسجيل والميكساج باستديوهات رنين في مديح الشيخ صالح حضر القاف وجزاله صالح اليحيى وصالح يستحق اطلق قصيده. اقدح اقدح يا نجوسي والشعر جاله مجاله صخر بيوت المدى. تم التسجيل والميكساج باستديوهات رنين تم التسجيل والميكساج باستديوهات رني والمعروف باله شيخ عز وشيخ جاه وهدوته دايم بعيده هو باليتام اولي لاجلهم يسوق ماله كافل ليتام جه لله يبارك ويزيده لا عطت يمناه والله ان ما تدري شماله. تم التسجيل والميكساج باستديوهات رني اكرم اهل الارض تم التسجيل والميكساج باستديوهات رنين وارث الطيب من ابوه عمان وخواله والله ان صيته واصل الى بلاد بعيده المواقف هذا صالح لارتكى للحمل شاله الشجاع الصامل اللي ما وقف قد ما ضديده اشهد انه كاسب قولة نعم في كل طاله ذخر ربعه. تم التسجيل والميكساج باستديوهات رنين عالم جاهد وطيب العيال من شيوخ اليحيى أهل العز والروس العنيدة الرجال اللي ينوم اسعلمها في كل قالة عزوة تاريخها يشهد بلم جادة تليدة الرجال اللي ينوم اسعلمها في كل قالة عزوة تاريخها. تم التسجيل والميكساج باستديوهات رنين تم التسجيل والميكساج باستديوهات رنين صالح اللي ينذكر بالطيب والمعروف فاله شيخ عز شيخ جاه وهدوته دايم بعيده هو باليتام اولي لاجلهم يسوق ماله كافل ليتام جه لله يبارك ويزيده لا عطت يمناه. تم التسجيل والميكساج باستديوهات رنين عايش بروح جديدة أكرم أهل الأرض والكرام اسمه خصالة تشهد فعوله وصيته كلها علوم وكيدة عزوة المحتاج والمظلوم والذي عناله ما يخيب اللي نخاه. تم التسجيل والميكساج باستديوهات رني بالضيوف منه جالة راعي مرحبا وحيا ودوم ترحبه يزيده وارث للطيب النبوه عمان وخوالة والله ان صيته واصل الى بلاد بعيده المواقف هذا صالح لارتكى للحمل شاله الشجاع الصامل اللي ما وقف قد ما ضديده اشهد انه كاسب قولة نعم. تم التسجيل والميكساج باستديوهات رني مثل شيخ ورث عالم جاهد وطيب العيال من شيوخ اليحيى اهل العز والروس العنيده الرجال اللي ينوم فقط وحصريا على استوديو زفات رنين. لكل جديد وحصري للتواصل 050-219-3235. تم التسجيل والميكساج باستديوهات رنين.